استعرت سيارة رولز رويس قديمة تعود ملكيتها إلى الملكة إليزابيث الثانية وشبيهة بتلك التي استخدمتها دوقة ساسكس في يوم زفافها للبيع في مزاد علني مقابل مليوني جنيه استرليني، وهي واحدة من أصل 18 سيارة فقط استخدمت من قبل العائلة المالكة على مدار 40 عاما. فصل أخير مشاهدينا، نواصل من بعده نشرة أخبار القاهرة والناس.